تونس هذه كتير مهمة بالنسبة لنا، أخذت كتير جهود وبدها تفرجي كيف المجتمع المدني بيقدر يتضامن بجمعيات ونشطاء فيه لهدف واحد. فكرة الحرب الأهلية هي شيء مين اللي بعدنا عم نعيشه بس بصور مختلفة، يمكن بطلنا نقوس على بعضنا بالرصاص بس بعدها ذات المفاهيم واللكسيك عم نستعملها بطريقة غير مباشرة. اليوم عم نطلق منصة، هالمنصة هي فرصة لأي حدا حابب يشارك بهيدا النقاش حول الماضي، انه كلياتنا سوا نفكر بافضل الطرق لنتعامل مع هالماضي ونطوي بعض الصفحات ونفكر سوا بهالمستقبل المشترك بيناتنا. لبنان عم بيعيش حرب بارده، والحرب البارده اللي عم بيعيشها منا بسبب انقسامات اليوم، وجزء كتير كبير من هاي الحرب هو ترسبات الماضي، وهالترسبات عم بيعيشها اليوم جيل اللي حاربوا هن قبلوا بجيلين وثلاثة. كيف بنصنف الحوادث ومنحطها مقابل بعضها؟ كيف بنحط الناس مقابل بعضهم ومنعملهم قيم متناقضة؟ أنا مع البرنامج الواحد لتدريس مادة التاريخ ضد الكتاب الواحد، حيوي جداً أنه يتفق على عناوين هي المسائل اللي مفروض تدرس. لما بسنة 1991 أقر قانون العفو العام، السبب الأساسي هو حماية المشاركين مباشرة بالحرب. سبب تاني هو الاعتقاد أن الكلام عن الحرب هو بمثابة فتح الجروح. تحدي أن نشد الحلول إلى مستقبل في سلام وفي انتقال من جروح إلى ملسمة الجروح. صار كتير وقت قاطع من وقت اللي خلصت الحرب الأهلية، ومفترض يكون في مصالحة صارت من بعد الحرب، بس نفس الوقت بعد في كتير مواضيع عالقة الناس بحاجة تحكي عنها وتتصارح فيها، إن كان موضوع كتاب التاريخ، إن كان موضوع المفقودين، أو كتاب كيف بدنا نتعاطى مع الذاكرات تبعنا، أو كل المواضيع اللي هي متعلقة بإنه نقدر فعلاً نتفق يعني كمجتمع لبناني انه لازم نتخطى هيدي الحرب مش بس ننسيها. بالنسبة لنا كتير مهم انه نحن نكون عم نعمل رواية او اعادة نظرة على الماضي كرمال نقدر سوا نقدر نشوف شو الفيجن تبعنا، شو الرؤية تبعنا للمستقبل. هو منتدى مهم وضروري اليوم، خاصة انه شامل وبضم جمعيات محلية دولية، ممكن بالمستقبل كمان يضم افراد، ممكن يضم احزاب سياسية بالمستقبل. ليش؟ لماذا وقعت الحرب؟ فيه كيف؟ مين؟ والسؤال بالطبع الاساسي، كيف يمكن الخروج من ما يبدو وكأنه حلقة مفرغة اسمها الحرب الأهلية المستمرة؟